اكو منافذ حدودية بشمال العراق هي غير مرخصة، او بالاحرى تدخل من عندها مواد غير مرخصة، او مواد اليوم قد تكون تالفة، او اليوم ممكن تضر صحة المواطن. ليش اليوم الحكومة المركزية ما عندها سيطرة على حكومة شمال العراق؟ ممكن تغلق هاي المنافذ، او ممكن تمنع دخول هذه المواد من هاي المنافذ. من اليوم سيطر عليها هاي المنافذ؟ يا اختي العزيزه، المنافذ اصلا في اقليم كردستان هي مقسمه على العائلتين. نعم مو بس مقسمه على العائلتين، وانما الايام ايضا مقسمه على افراد هذه العائله. الابن الكبير في المعبر الفلاني يوم الاثنين والثلاثاء الواردات لها. يعني معقول وصل هالمرحله؟ طبعا وحدثت خلاف مره مع اثنين من اولاد عمومه في عائله بارزاني حول توزيع اليوم، يعني الصغير يريد يوم الجمعه والكبير يريد يوم الخميس، وصارت خلافات وهي معروفه. يعني دي يوزعون الايام همينة. اولاد جلال الطلباني مثلا موزعين الايام لهم، وراء 12 بالليل المن، وراء 6 الصبح المن. وما عدا هذا يعني دخول المواد الغذائيه الفاسده من كل العالم يجيبوها الى كردستان، ومن كردستان تتحول الى بغداد وموصل والشعب العراقي كافة يوم عموما. محافظات العراق. نعم، هذه جريمه جريمه يا اختي يعني معقول العزيزه، يوم يعني ليس تصير يعني خلافات على حتى ايام الاسبوع؟ من يوم يحصل هذا المعبر الحدودي يعني معقول وصل لهالدرجه؟ يعني صراحه شرب بليه ما يضحك. يعني يوم احنا لوين واصلين؟ لاي طبعا مرحله؟ هذه هي قانون الغابة، هذه هي قانون الغابة. مو بس الأيام الحدود موزعة، حتى المواد موزعة. السجاير تابع لهذا الشخص، الدجاج تابع لهذا، اللحومات تابع لهذا، الأدوية تابع لهذا، ما حد يتدخل بالشغل الثاني. يعني مو كل مسؤول يقدر يستورد دواء، الدواء معروف هي لشخصين من هذا الحزب ومن هذا الحزب، البقية ما تجيب الدواء. هذين الشخصين الاخرين في هذا الحزب او في هذه العائلتين يجيبون اللحوم، والثاني يجيبون ملابس، يعني كلها مقسمه، ما حد يقدر يتدخل بالشغل الثاني. المافيا هي مافيا مرتبه شويه، ينظمون شغلهم، يعني ايام الاسبوع، المواد، يعني كلها مقسمه بيناتهم، يعني فضائح كبيره جدا. وللاسف هناك الطبالين، اقول طبالين وعازفي ابواق في العراق وفي بغداد، يشيدون بالتجربة الديمقراطية في أقليم كردستان، وين يشيدون الديمقراطية بالحق بالموضوع من الرشيد كل في اللي أقليم يصير؟ كردستان. نعم نعم، وين الديمقراطية بالموضوع من كل المشاكل اليوم اللي تصير في شمال العراق؟ مو بس الديمقراطية، يابا الديمقراطية هم نريد، الديمقراطية هم نريد، نريد أكل نظيف، نريد لحم نظيف يجيبوننا، نريد يعني شغلات شوية يعني ما تضرب صحتنا. ده يقتلون الشعب همينة. يا بدي ديمقراطية ما نريد، الحرية ما نريد، بس لا تجيبوا لنا بيض فاسد، فعلا لا تجيبوا لنا مسموم، لا تجيبوا لنا دواء اكسباير. هم ما خلوا شيء، ما خلوا شيء الا ما وسخوه، ما شوهوه، يعني شوهوا الحرية. هذا كلها ال 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 النتيجة يعني الظلم وسكوت الشعب. شوفي الهجرة بالآلاف دا يطلعون، ما حد يريد يترك أهله، بيته، محلته، مدينته إذا ما كان مجبور.